السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع جميل اسمه فليكس كليب، ده لو انت عايز تعمل فيديوهات بطريقة سهلة جدا باستخدام الذكاء الاصطناعي باستخدام مزايا كتير جدا. طيب دي الواجهة بتاعته، هتقول له كرييت فيديو وتبدأ تعمل فيديو. هنا هتقول له انا عايز اعمل فولدر عشان انظم، يعني مثلا في بعض الحاجات خاصة بالشغل، في حاجات خاصة بالتعليم، في حاجات خاصة بشركة معينة، تقدر تعمل فولدرات. هنا الاول، هنا الدرافت لان لسه ما تعملوش بابلش، هنا الشيرت. طيب هنا التمبليت، تبدا تختار تمبليت جاهز تبدا ان انت تشتغل منه، وممكن انت تعمل تمبليت حاطط مثلا فيه اللوجو بتاعك، حاطط فيه بعض الصور اللي انت تستخدمها وهكذا. دي الحاجات اللي موجوده على الكلاود. دي بعض الصور اللي انا استخدمتها، دي الفونتات بتاعتك لو في اي فونتات انت بتستخدمها كتير. في ممكن تعمل تيم بحيث تبعت للاصدقاء ان هم يتعاونوا معاك من خلال الايميلات بتاعتهم. طيب خليني اقول له كرييت ا فيديو، بيقول لي اختار المقاس اللي انت عايزه، ده تايم لاين مود او ستوري بورد. طيب انا اخترت المقاس دوت، بيقول لي هنا دخل الصور اللي انت تشتغل بيها. هنا في كذا تمبليت تقدر تبدأ منه، وليكن مثلا انا عايز حاجة اركتكتشر، ممكن تختار اي واحد فيهم وعليكم مثلا دوت، ده بيقول لك ان هو 11 صفحة. ممكن تختار بقى اني التمبليت اللي انت عايزه، يعني ممكن تختار ده وتدوس على علامة زائد ينزل تحت، او تقول له ابلاي اول 11 بيجز وقول له ريبليس، يبدأ يحط لي الصفحات. طيب لو قلت له مثلا ده المشهد الاول اظهره لي، ونخلي بالنا ان في موسيقى، الموسيقى ديت ممكن تعمل لك مشاكل لو انت بترفع على اليوتيوب او اي موقع فيه حقوق طبع، ممكن يعمل لك مشاكل، فاتأكد منها او اعمل لها ديليت. الصوت دوت ممكن تيجي هنا وتقول له سبليت انا عايز اقسمه او دوبليكيت او ديليت زي ما انت عايز. طيب خليني اقول له دلوقتي ان انا عايز اشغل، تمام. طيب خلينا بقى نيجي كده مع اول شريحة، ماشي، خليها تتعرض، واخد بالك من الكلام؟ طيب تعالى انا هاجي هنا واقول له انا عايز ده تكتبه لي عمر سليم. طيب عايز نصغر الفونت، اعمل سيليكت وابدأ صغر الفونت. ممكن تقول له مثلا انا عايز ده 80، تمام. طيب ده هنا خليني اقول له مثلا بمقربة، تمام. طيب اعرض بقى الحاجة من اولها، اقول له ميوت، واخد بالك الكلام بدأ يتكتب بشكل كويس. الصور كذلك تقدر تعمل لها ريبليس، اجي هنا من الميديا واقول له ان انا عايز ارفع شوية صور. طيب خلينا مثلا نختار مثلا اهو، يبدأ يرفع صور. تقدر تعمل سيليكت على اي صورة هنا وتقول له اعمل ريبليس، يعني الصورة دي ابدأ اسحب واحط دي مكان دي. طيب دي هقول له دي مكان دي مثلا. طيب عايز تبقى صورة جديدة، هبدأ احدد احطها في اي مكان فاضي تنزل معايا بالشكل ده. طيب خلينا نعرض بقى كده، وكذلك التكست، يعني سهل جدا ان انت التمبليت تبدأ تبدل التكست اللي موجود. يعني مثلا هنا اقول له مثلا 1 وده 2 3،
يبدأ يجيب لك الحاجة تبقى معمولة ازاي. دي مثلا عايز تغير الشكل بتاعها، خلينا حاجة فاتحة شوية اهي. فبتلاقي الموضوع بيبقى اسهل بكتير. طيب كل حاجة من دول بيبقى ليها الخصائص بتاعتها، يعني ممكن اقول له مثلا عايز اضيف فلتر معين على الصورة اللي انا مختارها، ممكن اضيف ادجست تعدل ايه تفتح تقفل زي ما انت عايز، ممكن تعمل فيليب للصورة زي ما انت عايز، ممكن نقول له مثلا عايز اعمل كليب تقطع، تقدر تحط شفافية، تقدر تعمل موشن حركة معينة، ممكن تعمل انيميشن. تختار الانيميشن اللي انت عايزه، ممكن تعمل ريبليس عايز تبدل صورة بصورة، ممكن تحذف الباك جراوند يبدأ يحذف لك الباك جراوند. فبتلاقي مؤثرات كتير جدا. طيب لو انت مش عامل سيلكت على حاجة خالص تمام، ما فيش ولا صورة، تبدأ تحط انيميشن للشريحة نفسها لو انت عايز. النقلة ممكن تيجي هنا بين كل واحدة واحدة، بتلاقي في علامة كده ان انت عايز تضيف انتقال معين، فتبدأ تختار الانتقال اللي انت عايزه. التحويل من شريحة لشريحة تانية يبقى عاملة ازاي، والفترة بتاعتها قد ايه، وانا عندي هنا المدة الزمنية، فتقدر تزود او تطرح زي ما انت عايز. تمام، المدة اللي هياخدها الشريحة نفسها. هنا طبعا عندك تكست لو عايز تضيف اي تكست، في سب تايتل عندنا اختيارات اوتو اي اي سب تايتل، هو اوتوماتيك هيكتب لك سب تايتل، او انت هتعمله مانيوال، او هتعمل ابلود لو انت عندك سب تايتل اللي هو التكست اللي بيتقال للكلام الموجود، يعني ممكن انا اضيف سب تايتل لصوتي. هنا بقى لو انت عايز تضيف فيديو، في فيديوهات كتيرة موجودة عنده هنا. انا عايز تضيف صور، لو عايز تضيف اوديو اليمنت عناصر رسومات سريعة كده، هنا حركات انتقالية ممكن تضيف مثلا حركة زي كده بحيث يعمل لك المؤثر اللي هو دوت كأن في نجوم بتتحرك يعني. طيب في تولز دي بقى لو انت عايز تحول تكست لفيديو، وفي كانك بتحول صورة بتحول تكست لصورة، بس ده بقى هيبقى فيديو بسيط. AI generator هتديله تكست هو يعمله لك كصورة، هنا تديله تكست هو يحول لك التكست ده لصوت. AI video script يعمل سكريبت، وهكذا في شوية حاجات خاصة بالذكاء الاصطناعي. فقال لك خلاص لما تخلص هتقول له اكسبورت، وتبدأ تصدر الفيديو دوت. تمام، عندك ممكن تصوره كصورة جي اي اف، ممكن تصوره كفيديو، ممكن تصوره كاوديو. فصدر بقى على اللي انت عايزه اكسبورت، تختار بقى انت عايز تصدره، ممكن تبعت رابط لحد، ممكن تصدره لليوتيوب، ممكن بعد كده تقول له داونلود لو انت عايز تعمل داونلود للحاجة ديت. تمام، ممكن تسمح بان حد يعمل داونلود. لما يخلص يديك بقى رابط تبدأ تقول له حمله على الكمبيوتر بتاعك.